إطارات تدريبية وتأهيلية وهي أعتقد أنها الاستثمار الحقيقي. لكن نعتقد أن كل زيارة لهيئة مال صراحة نجد فيها أشياء جديدة أضيفت وفي أشياء تحسنت بشكل كبير. وأكثر سعادتي صراحة هو الطلاب البورد أو الدبلوم اللي المسار صراحة كان تحدي كبير نحن نفتحه في مارب وفي بعض المحافظات الطرفية، لكن الحمد لله خلال هذا العام نحن فتحنا في معظم المحافظات في مارب وفي سيئون وفي بقية المحافظات. أعتقد معظم المحافظات أصبحت هناك مسارات تدريبية وتأهيلية وهي أعتقد أنها الاستثمار الحقيقي. صح المباني قد توجد من هنا أو هناك، لكن كان الإشكالية الحقيقية هي كيفية توفير الكوادر، وخصوصا أننا كان لدينا نزيف كبير في الأطباء والكوادر الفنية العالية اللي معظمها هاجر للخارج أو للقطاع الخاص. ولذلك مهم جدا استعاضتهم، ونحن نعتقد أن أكبر استثمار حاليا مركزين عليه أنه الاستثمار في الأطباء والكادر البشري، لأنهم هم اللي بيأخذوا الراية من الأطباء والكوادر المتميزة اللي في الهيئة حاليا بحيث أنهم يكملوا المسار. هناك صراحة أشياء إيجابية حصلت في الهيئة، أنا شفت الآن في استثمار كبير جدا في البنية التحتية، وهذا دعم كبير ودور مشكور مقدر من السلطة المحلية بقيادة نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي محافظة المحافظة، دعم كبير نوعي جدا من المرافق الصحية ثم لا نجده في بعض المحافظات الأخرى. وهذا اللي أعتقد أنه ممكن يعمل تعافي القطاع الصحي، أنه يكون هناك في تعاون كبير ما بين السلطة المحلية والسلطة المركزية مثلا بالوزارة، وأيضا رجال المال والأعمال والجمعيات والمنظمات الداعمة اللي صراحة بدأت تقوم بدور كبير. تمام. أهم ما البنية التحتية. ممتاز. كملها الفرع واوجدته ومقر له وقمت بانشطه جيده جدا، وانا متابع الموضوع. فانجاز عندنا. الله يسلمك. لا انا احنا بحاجه فيها ارض جينا الاداره. خلاص نور صور، وين الكاميرا؟ وين الكاميرا؟ مزيدنا عزم واصرار ومزيدنا التقدم. انا اقصد رفع الطلب والاحتياج والموضوع نفسه. ان شاء الله يكون زيارتك لعندنا زياره خير وبركه. Very appreciate your visit. يعني نقاشات على إضافة مسارات فيها توجه في إضافة، سواء احنا الآن تقريبا معنا 5 من جميع محافظات الجمهورية، احنا فيهم صعدة عدن. طبعا من الأخوة في مشكورين الدكتور عاملة الميدان بكل ثقة وكل تقدير. حدث المنهج ودبلوم موجود مع التنسيق على الأقوال الوزارة. الوزارة تولي اهتمام كبير جدا، نحن في الفترة الماضية للأسف الشديد كنا أكثر شغل الوزارة هو استجابة للطوارئ وبسرعة وكوفيد 19 المواجهات، فبالفعل المساجد والاهتمام بالجانب التعليمي والأكاديمي ما كان شيء يلقى اهتمام كبير من الوزارة وكان هناك تقصير. لكن نحن خلال العام هذا إن شاء الله لدينا توجه نحو إعطاء المعاهد الصحية دور الريادة في هذا الجانب، ولدينا اهتمام مع كل الشركاء على سواء فيما يخص مراجعة المناهج التعليمية، فيما يخص مراجعة البرامج، فيما يخص تأهيل البنية التحتية. لدينا دفع كثير الآن نبحث مع كثير من الشركاء أنه كيف يشتغلوا في مجال البنية التحتية، تأهيل المعامل والمختبرات، تأهيل الكوادر التعليمية وإضافة أقسام جديدة. وانت سبقتنا برغم أن احنا في الوزارة قد أعلننا والدكتور علي موجود وكيل القطاع أنه بالنسبة لدبلوم التغذية الآن والدبلوم احنا نضيف مجموعة دبلومات
نحن بدأنا خلال العام هذا أول شيء عملنا 5 دبلومات تخصصية اللي هي مع المجلس اليمني، وهو المفروض فيه أيضا بدي المعهد الصحي اللي هي إنساء ولادة وأطفال ورعاية خدج وتمريض خدج وتمريض عملية. هو بدأ الآن دبلوم فيها، كان دبلوم سنة، لكن الآن في عندنا دفعة ثانية من هذه الدبلومات، وفي دبلومات تخصصية الآن نتفاوض مع منظمة الصحة العالمية ومع اليونيسف، لعل من أهمها دبلوم التغذية. طبعا يأتي هذا المخيم لتخفيف المعاناة عن كثير من المرضى الذي يعانون من فقدان السمع، ومعروف طبعا أنه هذه العمليات عمليات نوعية ودقيقة، وفي نفس الوقت هي عمليات مكلفة جدا، وبالتالي لا يستطيع كثير من المرضى تحمل هذه التكاليف، فيأتي هذا المشروع لمساعدة هؤلاء المرضى وأيضا عمل هذه العمليات لهم ولإدماجهم أيضا في المجتمع في نهاية المطاف. وإن شاء الله نتمنى أن يكون هذا المخيم هو عبارة عن نواة لبرنامج متكامل إن شاء الله نسعى لتنفيذه في هذه المستشفى بإذن الله. الحمد لله رب العالمين، قمنا بإجراء زراعة القوقعة للعديد من المرضى وإجراء كذلك الجراحات التي تلزم قبل زراعة القوقعة، لأن طبعا أكثر الحالات إصابات في الحرب، فبينتج عن هذه الإصابات تشوهات في العظام الخشاء وعظام الأذن وتشوهات في الأذن نفسها، مما يستلزم القيام ببعض التدخلات الجراحية قبل تمهيدا لعملية زراعة القوقعة. وطبعا المعاينة تمت في وقت سابق بواسطة اللجنة للدكتور علي والدكتور رجب وأنا، اللجنة الطبية يعني، وقررنا المرضى ما يلزم لهم من جراحات. والمخيم ده الزيارة دي كانت عشان تنفيذ ما قررناه في اللجنة. الهدف الأساسي هو مساعدة مصابي الحرب هؤلاء على التعايش مع الإعاقات التي تسببت بها الحرب لهم، ومن أهم هذه الإعاقات وأقساها الفقد السمع، الصمم، وما يصاحب الصمم من مشكلات كطنين ودوار وما إلى ذلك. هذا هو المخيم الأول لزراعة القوقعة بدعم من مؤسسة صلة واللجنة الطبية العسكرية. التنفيذ طبعا هنا في مستشفى صالح ببكر الخيري. انا دكتور محمد جمال رسلان. بالنسبه للعمل، اجري عمل يعني زراعه القوقعه الطبيه في هذا المخيم من يوم السبت الماضي، والحمد لله تم زراعه كم عمليه وتكللت بالنجاح الحمد لله بفضل جهود الجميع بما فيهم الاستاذ طلال الطيب وطاقمه، ونحن الأطباء برئاسة البروفيسور محمد أسلان، ونشكر البروفيسور على مجيئه إلى اليمن ويعني على الأداء الطيب في هذه العمليات الرائعة والنادرة، ونسأل الله أن تتكلل هذه العمليات بالنجاح في المستقبل. طبعا توقع واحد في الأسرة لا يتكلم ولا يسمع، هذا معاق تماما، ويأخذ معه إنسان آخر من الأسرة سيكون عاطل معه عن عمل أي شيء، سيكون معه مرافق في كل مكان، لأنه لا يقدر إن يعمل شيء إلا بمساعدة هذا الشخص. فنحن نشيل هذا الهمين بهذه العملية الرائعة يعني التي تعيد السمع كامل بنسبة 100%. فتدريب فقط هو المشكلة شوية اللي أمامنا الآن، ونحن قاعدين الآن نفكر في إيجاد مراكز تدريب للتخاطب، كيف إنه يقدر الطفل يتخاطب مع الوسط المحيط به. بإذن الله هذا الكلام سيتحقق في حضرموت التي ستكون أول انطلاقة للمحافظات اليمنية بإذن الله تعالى. أقيم المخيم في وادي العين حضرموت اليمن، مخيم زراعة القوقعة هو الأول ربما في اليمن. استفد منه مجموعة من الشباب بعدين عانوا فترة طويلة من عدم وجود القرنية وتعب السفر وانتظري لهم كثير سنوات ربما لهذا المخيم، وكان مخيم جيد، وإن شاء الله يتكرر هذا المخيم.
لقد تم إقامة هذا المخيم الطبي المتواجد في وادي العين مدينة حضرموت لزراعة القوقعة. كوني أنا أول المستفيدين من هذا المخيم الذي قيم لزراعة القوقعة، والله احنا تفاجأنا مفاجأة كبيرة عندما قالوا سيتم زراعة القوقعة في اليمن. قلنا الحمد لله على كل حال على التعب والمسمى إلى الخارج، ونشكر جزيلا كل الذي قاموا بهذا المشروع. شكر خاص لإدارة مستشفى وادي العين في حضرموت، وشكر خاص للجنة الطبية وكل من تعاون وأدلى إلى هذا المخيم المتميز. وقد أقيم لبعض الشباب من هذه العمليات وتمت الحمد لله بنجاح، فالحمد لله بإذن الله سبحانه وتعالى أن هذا المخيم يواصل عمله حتى نهاية آخر زراعة القوقعة بإذن الله سبحانه وتعالى، وهو مخيم طبي تمام ومتميز وكله قاموا بكل الواجب عليهم، فنشكرهم شكر خاص والله. كما نشكر بهذه المناسبة القائمين على المستشفى هذا الذي وفروا مخيم وأحضروا دكاترة عالي المستوى، وأستطيع أجزم أو على حد علمي أني أول مستشفى زراعة قوقعة في اليمن. تمام، ووفروا عندما جاءوا الدكاترة إلى هنا وأقاموا مخيم، وفروا على الأمراض والناس المساكي تكاليف السفر وتكاليف أتعاب كثيرة. عندما أحضروا الدكاترة إلى هذا المخيم وفروا وقاموا بخدمة كبيرة كما يعلم الله، ونرجو منهم أنهم يوفروا في جميع المجالات، في أمراض العظام وأمراض الكبيرة والعملية الكبيرة التي تستدعي إلى السفر إلى الخارج. مع أن وجد من حضر هنا يشتي زراعة قوقعة من المواطنين الذي تعرفنا عليهم وما استطاعوا، باقي إمكانيات مش متوفرة مع الضرورة أنهم يسافروا إلى الخارج. وإن شاء الله ما يجي المخيم المقبل بإذن الله إلا وقد استكملوا النواقص بإذن الله. جزا الله خير من ساهم ومن ساعد على إقامة هذا المخيم، ونرجو المزيد والمزيد، ومشكوري. سعدنا اليوم بتدشين المعرض التعاوني الغذائي الأول في مديرية حورة وادي العين، وقد سرنا كثيرا ما شاهدنا وما لمسنا من تنظيم وتجهيز، سواء من حيث الإعداد والترتيب أو من حيث وجود البضاعة وأنواعها ونوعها وأسعارها أيضا. ما لمسنا وما شاهدنا تجربة فريدة ورائدة جدا، نتمنى أن تعمم على كافة مناطق ومديريات محافظة حضرموت وكل المحافظات، خصوصا وفيما يخص خصوصا في هذا الظرف العصيب التي تمر بالبلاد وغلاء الأسعار. فهذا هو دور منظمات المجتمع المدني في التخفيف عن المواطنين وما يعيشونه من ضنك. نتمنى لهم التوفيق، لكل من ساهم وساعد وأشرف ونظم وعد وساهم وشارك في هذا المعرض، التوفيق والنجاح الدائم إن شاء الله. سعداء اليوم تجسيد المعرض التعاوني الغذائي الأول على مستوى مديرية وادي العين الحرة وكذلك مديرية محافظة حضرموت بمعية المحامي أحمد عبد الله بحسوان، مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالوادي والصحراء، وكذلك مؤسسة وادي العين التي عدت لهذا العرض، والتجار جميع التجار ومشايخ وشخصيات اجتماعية. ومن خلال تجولنا بهذا المعرض وجدنا ولمسنا ما يثلج الصدر، حيث أن هناك بضائع متوفرة بشكل كبير وكذلك جودة الإنتاج. فشكرا لمؤسسة وادي العين على هذا المعرض، وإن شاء الله نعمل أن تكون هناك معارض مستقبل إن شاء الله بشكل كبير. وبصفتي رئيس مؤسسة وادي العين للتنمية الاجتماعية، ونحن ندشن هذا الحدث وهذه الفعالية للمعرض التعاوني الرمضاني الأول الذي يأتي برعاية كريمة من السلطة المحلية ممثلة بالوكيل عامر سعيد العامر وكيل وادي والصحراء، بإشراف المكتب الشؤون الاجتماعية والعمل على رأسها الأستاذ المحامي أحمد عبد الله بحشوان، أيضا بتنسيق وتعاون من السلطة المحلية بمديرية وادي العين وحورة مع الأستاذ سالم صالح بن عبادين باوزير. هذه الفكرة وإقامة هذه الفعالية والمعرض التعاوني هو من أهداف مؤسسة وادي العين للتنمية الاجتماعية في الوقوف إلى جانب أرباب الأسر والمحتاجين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها أرباب الأسر، وخاصة ونحن قادمون على شهر رمضان الكريم الذي الناس فيه يتحملون كثير من الأعباء المالية وتوفير المواد الأساسية. إذ أن هذا المعرض من مميزاته أنه يوفر المواد الأساسية الضرورية التي لابد أن يوفرها رب الأسرة،
من أرز دقيق سمن زيت وربما يشاهدها الجميع ولمسها، أيضا للتخفيف بنسبة 30%، وهذا ربما يصل إلى أكثر من 30% من الخصم في كل المواد. وليس أيضا من مميزات هذا المعرض ليس أن المتسوق ليس ملزوم بكل المواد، يأخذ الذي يعنيه والذي يهمه والذي متبقي عليه أمام أسرته. أيضا هذه الفعالية والتسوق ربما يصل إلى 6000 متسوق، المجال مفتوح إلى 6000 متسوق على مستوى مديرية وادي العين وحورة. فنسأل الله أن يكتب الأجر لكل الداعمين والمساندين والمتعاونين من القطاع الخاص ورجال الأعمال والمال والمنظمات والمجتمع المدني والشخصيات وتعاون الأهالي. فنقول نحن في مؤسسة وادي العين سمينا هذا المعرض التعاوني الأول، المعنى أن ذلك سيكون بعده الأول والثاني والثالث، لكن هذا النجاح بتعاون كل الأهالي، بحضور الشخصيات الاجتماعية، بتكاتفنا جميعا، بالتنسيق، بأن يكون صدرنا رحب لكل الناس أن يتسوقوا بدون أي شيء يعرقل سير هذه العملية. فالعرقلة وغيرها ربما تؤدي إلى الامتناع عن مثل هذه، ولكن عهدنا أهل وادي العين رجالها شخصياتها مناصبها مقادمتها أعضاء مجلس محلي الكل متعاون مساند لنا، فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم. في البداية نشكر مؤسسة وادي العين للتنمية ما تقوم به من عمل خيري على مستوى مديرية وادي العين وحورة وما قدمته، وفعلا هذا شيء طيب الذي قدموه في المواد الغذائية كمساعدة للفقراء وللناس المستحقين طبعا وللجميع. نشكرهم شكرا كثيرا ونتمنى لهم ان شاء الله المزيد من فعل الخير ان شاء الله مستقبلا. في البدايه اتقدم بالشكر والتقدير لمؤسسه وادي العين والتنميه الاجتماعيه على هذا العمل الطيب اللي قدمته لابناء المديريه واقامه المعرض التعاوني الغذائي الاول في مديريه وادي العين وحوره، فشكرا لهم على هذا العمل الطيب. وحقيقة أن هذا المعرض سيخفف كثير على بعض الأسر أو معظم الأسر في المديرية. هذا شيء صراحة يعني يثلج الصدر أنهم يقومون بدعم مواد غذائية في ظل الظروف اللي موجودة في البلاد هذه، الغلاء وعدم قدرة شرائية للأشخاص، دعم 30%. نحن بالنسبة لنا في القطاع الخاص صراحة يعني نؤيد مثل هذه الأفكار أنها يدعمون المواطنين بخصم، ونحن من جانبنا اللي قدرنا نحن نقدم عليه نحن وفرنا لهم المواد الغذائية بنسبة يعني ربح لا تكاد أن تذكر، وهذا مجهود إن شاء الله ونامل أنه يستمر في السنوات القادمة، وجزاكم الله خير. أقول لهذا القصيدة الجمعية تساعد الناس كلها من وادي العين لا حورة كلين يدعي لها خصم في المية لقد لهم 30، وكل تاجر له يد في عونها وكل تاجر له يد في عونها ساهم في المية فوق 40. الله يعين المؤسسة ويقوم في عونها، ومن قام له أجر عند رب العالمين. الله يكون في عون الناس كلها في شهر رمضان وشعبان لهم داعين. في صباح يومنا هذا تم اختتام بطولة مأربة الثالثة للملاكمة التي استمرت لمدة 4 أيام، وقد شارك فيها عدد 40 ملاكما من جميع الفئات العمرية ابتداء من وزن 24 كيلو جرام وصولا إلى 70 كيلو جرام. بالنسبة للهدف من هذه البطولة فهو اختيار منتخب محافظة مأرب لجميع الفئات العمرية استعدادا للاستحقاقات والمشاركات على المستوى الداخلي وعلى المستوى الخارجي. نشكر اللواء سلطان بن علي العرادة حفظه الله نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة مأرب. أيضا الشكر موصول لمعالي وزير الشباب والرياضة الأستاذ نايف صالح البكري. الشكر أيضا لمدير مكتب الشباب والرياضة بمحافظة مأرب الأستاذ علي حشوان على دعمهم واهتمامهم بلعبة الملاكمة بمحافظة مأرب. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نشكر اللواء سلطان بن علي العرادة عضو مجلس القيادة الرئاسي على الدعم الذي حضر لهذه البطولة، ونشكر مكتب الشباب والرياضة على جهودهم المبذولة لإنجاح هذه البطولة، ونشكر المدرب الطولي شعبان العمري. نتمنى من الاتحاد اليمني للملاكمة أن يمنحنا بطولات داخل اليمن وخارج. سكر
الرب هذا حلو والله اللي صار ما بنحكي. نايمين في غفلة ربنا، قاعدين في الخيمة، الخيمة بدها تحمينا من قصف جامع بحاله كبير على التاني. لقيت لما بقصفوا بعرفوش انه في ناس بدهم يتأثروا. خيمة ايش بدها تلقى الخيمة؟ انا واحدة من الناس بفكر حالي متت من الحجار والردم اللي اجى فوق صدري، اتشهدت وفكر حالي متت. بزعق على بنتي هي اللي ماتت يا موت، قومي يا ولا قيمي يا امها البلاطة على صدري. من ايش البلاطة هذه؟ متت انا ولا ايش؟ من الغبرة والسواد صارت الدنيا، فكرت حالي تحت الارض انا في القبر. قومي يا امها يا حبيبتي، قومي قيمي عن صدري، قيمي البلاط، وترى انه بنتي ميتة. أجوا قالوا لي ابني هانا أبو الخيمة التاني اللي جنبي، أنت وين يما؟ بقول له يما كننا ميتة، مش عارف أنا تحت الردم، في فوق صدري بلطات كتير. وين يما؟ ولا سكت، مش راضي إيش بده يقول لي. المهم أجا جاب سكينة وقص الخيمة. أنا صاحية إيش بعمل؟ قص الخيمة ولا أنا طلعت هيك؟ طلعت راسي، الخيمة بقي ملفوفة علي كله. طلعت هيك راسي ولا يا ولا، لقيت بنتي مرمية ودمها بشقع من راسها من ورا. أجر من عنك يما، ما رديتيش علي. بقول قومي يما، بقول لك في بلاطة على صدري، وترنك يما سايفة، بفكرها سايفة أنا. قومي يما، قومي قومي، مغمى عليكي. طبعا لا ردت، تمها مسكر ونايمة، نايمة العادة كأنها نايمة، بس الدم بشقع من ورا. ايش ذنبها هذه؟ ايش خصها في الجوامع وايش خصها في اللي